بيان عاجل من النادي الأهلي. والله العظيم يا عبد الناصر معلم، وعشان كده بيخافوا يطلعوك في القنوات. كتبت على تويتر من 4-5-6 ساعات، طلع بيان ثلاثي من الأهلي وأون والزمالك ضد التعصب. قلت هذا البيان أجوف، وهذا البيان عيب، وهذا البيان اللي كتبه ما بيفهمش. اتعلموا من الرئيس تعالجوا القضايا ازاي. هذا عهد البيانات ولا وراح؟ يعني نطلع بيان اون والاهلي والزمالك؟ هذا البيان لا يعبر عن الحاله اللي على سوشيال ميديا من الاحتقان. طبقوا القانون بدل ما تطلعوا بيانات. عيب عليكم تطلعوا بيانات. وانا بطالب الاهلي والزمالك يقولوا هم اللي مشتركين في البيان ده ولا زق باسمهم على الفاضي. يا سلام يا عبد الناصر، يا سلام يا معلم. الاهلي طلع بيان بيقول انا ماليش دعوه بالبيان. يا سلام يا عبد، والله العظيم ليك الجنه يا عبد الناصر، ليك الجنه. بلد بتحارب المجتهد وبتخلي الاونطاجيه يشتغلوا في المهنه وما يفهموش عنها حاجه. بيان عاجل من النادي الاهلي ردا على اللي احنا قلناه وينتصر لحملتنا. اهو بيان عاجل من النادي الاهلي جاء انا الان، بس كان نسبة الناس على. انا اسف على المقاطعه. مجلس الإدارة، قناة الأهلي مملوكة للنادي ولا يحق لها الخروج عن سياساته. مجلس إدارة الأهلي يؤكد على أن النادي هو المالك الوحيد لكامل قناته وفقا للقوانين الوطنية التي تنظم الشأن الإعلامي، ولا يجوز للقناة أو المرخص له بإدارتها واستثمارها الحديث باسم النادي أو الخروج عن سياساته. وبناء عليه فإن ما جاء في البيان الثلاثي الذي تداولته وسائل الإعلام اليوم وتضمن اسم قناة الأهلي يتنافى تماما مع سياسات النادي الراسخة وملكيته الكاملة للقناة، لا سيما أن مجلس الإدارة بسبب. يا سلام يا عبد، يا بتاع الانفرادات يا ملك، ياللي انت اول واحد قلت لازم الاهلي يعمل لجنه رصد ويشتكي المذيعين اللي بيحاربوا الاهلي ويقدمهم. اسمع اسمع، عشان تعرف الحمد لله للجنه في بلد بتحارب الموهوبين. بص يا بيا، بص اسمع يا علاء، بص اسمع يا حلوه، اسمع يا حبيبي. لا حرام مديني بسمع، اقسم بالله اسمع. اسمع يا علاء، اسمع يا غالي، اسمع. بص، الحته اللي جايه دي من بيت الكلاوي، الحتة اللي جاية دي. اسمع يا علاء، سمعت الرعد في ودانك. اسمع، بص اسمع يا علاء، بص قال لك ايه، الاهلي بيتبرأ من البيان وبيقول لك ايه، لا سيما وان مجلس الادارة بسبب اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد بعض من مقدمي البرامج في القنوات المختلفة الذين دأبوا على إثارة الفتنة والتجاوز في حق النادي الاهلي ومنتسبيه، خاصة ان هؤلاء المقدمين والمذيعين اعتادوا الكيل بمكيالين عبر الشاشات في الوقت الذي يهاجمون في مسؤول الاهلي، الذين عادة ما تكون تصريحاتهم ردة فعل لتوضيح موقف النادي والحفاظ على حقوقه بالطرق الشرعية. في المقابل يتجاهلون التصريحات التي تثير الفتن وتحرض على الكراهية بين أبناء الوطن التي تصدر عنه التي تصدر عن الآخرين. مجلس إدارة النادي الأهلي، تحية تحية للكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي. أهو تحية لمحمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي. أهو تحية كل اللي في اللايف يسقفوا يا جماعة. تحية لمحمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي. أهو كل اللي في اللايف يسقفوا يا جماعة. بنادي ليا شهر على الكلوب هاوس وفي القنوات وبقول صمت الأهلي لن يطول، ولازم القانون المجلس الأعلى للإعلام يرفض تحمل مسؤولياته وبناء عليه على النادي الأهلي أن يتخذ إجراءاته القانونية. شوف، ارجع لفيديوهاتي وارجع لكل حاجة. ده يا جماعة العبد لله وتوقعاته. الناس دلوقتي بقى تاني بتقول لي هو الأهلي بيرد على بيان إيه؟ بيان الفنكوش.
اوعى تفكر يا اعلام المصريين انك هتخوف الناس، لا، انت بدل ما تطلعوا هذا البيان حاسبوا ايمن سالم وحاسبوا اللي بيديروا اون ان تايم سبورت، لانهم انحرفوا عن المسار واصبحت اون تايم سبورت منحرفه عن المسار بتاعها. لا استثني منها الا شوبير وسيف زاهر، والباقي كله فتح ترجيح مولد النبي. اهو بص البيان، بيان مشترك لقنوات اون تايم سبورت والاهلي والزمالك. لوحظ في الفتره الاخيره قيام بعض الافراد بمحاولات مغرضه على مواقع التواصل الاجتماعي لاشعال نيران التعصب بين الاهلي والزمالك وافساد الموسم الكروي الناجح والزج بالكره المصريه وانديتها لنفق مظلم. وازاء هذه التصرفات المشينه نؤكد اننا نسعى دائما لتقديم اعلام هادف وراقي يخدم الرياضه المصريه ويصب في مصلحتها تماشيا مع الميثاق الاعلامي وبعيد تماما البعد عن الاثاره والفتنه وداعما لكل اركان المنظومه الرياضيه باحثا عن استقرار المسابقات واستكمالها بدون مشاكل وفق الخطه الموضوعه من الاتحاد لتقديم مسابقات قويه يغلفها النديه والحياديه والتكافؤ وتخدم المنتخبات الوطنيه. ونؤكد اننا سنواصل العمل بهذه المنهجيه غير مهتمين بمثل هذه المحاولات الفرديه لتعكير صفو الرياضه المصريه بشكل عام وكره القدم بشكل خاص، وسنبقى دائما حريصين على دعم علاقات الود والاحترام بين جميع الانديه وكذا علاقتهم مع الاتحادات واللجنه الاولمبيه ووزاره الشباب والرياضه، وفي ذات الوقت داعمين لمزيد من التنافس الرياضي القوي الهادف لمصلحه الكره المصريه بشكل خاص والرياضه المصريه بشكل عام. عارف البيان ده بيان عبيط، عارف بيفكرني بايه؟ بيفكرني بحسني مبارك لما قال لك خليهم يتسلوا. لا لا لحظه بس، لا لحظه خليني اكمل واعلق. شوف يا بيه، لا لا يا عم لحظه بس، يا علاء لحظه خليني اكمل كلمه خليهم يتسلوا وقتها احنا وكل الناس قالوا طب ما تهتم بالراي الاخر. هذا البيان اجوف ليه؟ لان في حاله احتقان فعليه، في بلية الدلدون مولع مصر، في عمرو الصفطي مدمر البلد، في احمد عيد عبد الملك، في 100,000 واحد، في مقانص، في الدنيا كلها بتضحك على مين؟ حضرتك ما تحاكم الناس دي. فين دور المجلس الاعلى للاعلام؟ فين القانون؟ يا بيه انت لففتني على كل محاكم مصر عشان كتبت بوست، ولما قلت لك هو البوست في حد بيتحكم فيه قلت لي ما زاد عن 5,000 على الصفحه يحاكمك القانون. فين القانون من الباقي؟ فين القانون من الناس؟ فين القانون من الناس دي؟ هذا البيان بيان بيفكرنا بمصر ما قبل عبد الفتاح السيسي. شوف النهارده الرئيس ربنا يديله الصحه بيعالج المشاكل ازاي؟ شوف بيتصدى وبيفتح الدمل وبيعمل عمليات جراحيه لانقاذ البلد ازاي؟ انت مطلع بيان اجوف، بيان ملوك لازمه، وكاني الحاله اللي موجوده على السوشيال ميديا حاله تآمر عليك. لا يا فندم، دي حاله تقدير السلم الاجتماعي للبلد، دي حاله تدمير. وانت عارف مين الجاني، وانا بهين المره المليون الخطيب ومجلس الاداره، لانكم انتم عارفين ان طول الوقت انتوا بتحاسبوا رد الفعل، ما بتحاسبوش الفاعل. انتوا بتحاسبوا اللي بيقول بتعملوا ليه كده، ما بتحاسبوش اللي بيعمل كل حاجه غلط. سايبين الناس تشتم وتبهدل وفي الاخر مطلع لي بيان. ايه يعني هتعمل لنا ايه يعني؟ هتعمل ايه يعني؟ في البيت ونايمين، ما حدش بيستضيفنا في اون تايم اصلا، ولا احنا عايزينها اصلا. هو في الدنيا عدل يقول قناه الحدث اليوم تبيع الهوا عشان الدنيا كلها تتشتم طول الليل؟ هو في حد في الدنيا يقول قناه الزمالك اللي انت بتمتلكها شركه المتحده المملوكه الاعلام المصريين سايبين الناس بهذا الشكل؟ بنات واولاد قاعدين 24 ساعه يعملوا فتنه ويشتموا في طرف على حساب طرف اخر، ولما يجي يتكلم سيد عبد الحفيظ تعملوا مشانق وتعلقوا وتعلقوا الزناد وتغلوا راس. حتى ميدو ما ترحمش من المؤامره.
فالموضوع مش اهلي وزمالك، الموضوع في ناس بتولع في التعصب وبتثير الفتنه، وانتوا عارفينهم بالاسم، ويترأسهم بنية الدلدول والبلاليص. بدل حضرتك ما تحاسبهم وتحاكمهم، جاي النهارده تشتم الشباب اللي على سوشيال الميديا اللي متاثر بهؤلاء الفتانين. حضرتك اقطع صباع الفتنه، مش تروح تهاجم الناس اللي هي رد فعل. انا احيي بيان النادي الاهلي، احيي بيان النادي الاهلي، واقول ان لابد ان يحاسب اللي عمل بيان اون تايم والاهلي والزمالك، والاهلي يتبرأ من هذا البيان. الاهلي بيتبرأ من هذا البيان. وفي الاخر لما يتكلم عبد الناصر زيدان، انت قال بتعمل كذا وبتعمل كذا، واللي بيعملوا بنية الدلدول وعوانوية بيبيعوا سبح ولا بيقروا قرآن في الحسين؟ يا جماعة حرام حرام. أنا من أول ما قريت البيان وأنا بستغرب، يا جماعة اللي كتب البيان ده من بلد تانية؟ اللي كتب البيان ده من حتة تانية؟ ده تجاهل للوضع وبيزود الأزمة ما بيحلهاش. القانون وأن يتولى المجلس الأعلى مسؤولياته، وأن تتولى لجنة ضبط الأداء الإعلامي مسؤولياتها. مش قدامنا غير القانون. في بلد القانون ورئيس عظيم بيعلي من دولة القانون، بيعلي من دولة القانون، بيعلي من دولة القانون. والحملة دلوقتي قلت لكم عليها، مين اللي بيدفع على الهاشتاجات؟ وفضحناهم، والتسريبات فضحتهم، ودلوقتي عاملين هاشتاجات الظلم ضحية، بيشتموا في الأهل وبيشتموا في الدولة. طب ما انت عارف مين اللي ورا الصفحات دي؟ تعليقك لو عايز يا علاء. لا يعني انا بس اون تايم سبورت، اولا انا من وجهه نظري قناه ضعيفه بتصرف عليها ملايين الملايين. انا بالنسبه لي ما بتفرجش غير على الكابتن شوبير بس، هو الوحيد اللي مقنع وهو الوحيد اللي البرنامج بتاعه بيقدم اخبار، اما الباقي كله مستهلك. ما شفتش حتى انفرادات، وحتى لما واحد فيهم بيعمل حوار مع ضيف الحوار بيبقى ضعيف هزيل ما فيهوش معلومه. ويسيب زاهر عايش ان هو يجيب الاثنين الافاضل المحترمين الزملاء المحترمين الاستاذ علاء عزت والاستاذ عمرو الدرديري، ويعمل بنظريه ناهر ونقير بين الاهلي والزمالك، لكن لا معلومه ولا سبق ولا اي حاجه. فانا من وجهه نظري اصلا هي قناه ضعيفه بيتم انفاق ملايين الملايين الملايين عليها بدون هدف، ولو الدوري مباح مش هي اللي محتكراه محدش هيتفرج عليها. يعني هم لو فكروا يخلوا الدوري لكل القنوات محدش هيشغل اون تايم سبورت. الناس بتشغلها لان هم محتكرين الدوري، بيجبرك تروح له. لكن هو لو فتح منافسه هيبقى في الديل، هيبقى تحت خالص، مش هيلاقي جمهور. يا بيه يا اصلا في القنوات البيان ده اللي اتعمل ده، البيان اللي اتعمل ده، انا بسقف معاك للكابتن محمود الخطيب انه رجل يملك قراره ومحترم. برافو عليك. محدش يقرطفني، محدش يحط اسمي بجمله مفيده من غير ما يستشيرني، من غير ما يرجع لي. انا مش ديكور، انا محمود الخطيب مش ديكور، انا رئيس اكبر نادي ورئيس نادي كبير. ترجع لي قبل ما تحط اسمي في اي بيان. برافو 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 الكابتن محمود الخطيب، انه راجل بيقول لك انا الخطيب، انا مش ديكور في البلد دي. ما تحطش اسمي وما تحطش كلام على لساني من غير ما تبلغني. برافو 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 مجلس اداره النادي الاهلي. واتمنى اتمنى اللجنه اللي تترعش في نادي الزمالك هي كمان تطلع بيان وتقول لك انا ماليش علاقه بالبيان ده، انا هعمل بيان يخصني، وتبقى صاحبه القرار لنفسها، محدش يمشيها ومحدش يقودها. اتمنى ذلك. لكن انا بقول لك يعني اتمنى اديهم فرصه. احنا فضحنا المؤامرات وفضحنا بالمستند. لا 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 خليك معايا علاء، لانك انت هتطول معايا النهارده شويه. فضحنا المؤامرات وقلنا الهاشتاجات مين بيمولها، وقلنا يا جماعه الدنيا ماشيه ازاي، وانتوا عارفين صفقة الغرزة وصفقة ايطاليانو والصفحات اللي بتشتم الناس 24 ساعة، وعارفين من القائمين عليها، وفيهم ناس صحفيين واعضاء نقابة صحفيين ومعروفين بالاسم وسايبين الصفحات. رايح تطلع البيان، طب فينك انت من الصفحات اهو؟ صفقة الغرزة
غرزه متعوبه عملت تاني بيان هاشتاج الخطيب حرام. اهو اهو فينك انت بقى يلي مطلع البيان؟ اهو اتحدى هاشتاج طالع من الاهلي يشتم حد في الزمالك. الاهلاويه يطلعوا الخطيب اسطوره، الاهلاويه يطلعوا الاهلي نادي القرن اللي يخصهم، لكن ما بيطلعوش حاجه فيها شتيمه وقله ادب. وحتى لو كنت في السابق دلوقتي ما فيش. بص ادي اهو طالع من الغرزه، اهو غرزه متعوبه، الخطيب حرامي. امبارح تويتر شطب هذا الهاشتاج، عملوا النهارده تاني بالفلوس. حضرتك ادخل واعمل فيه بلاغات عشان يتلغي. وشايف اهو نفس العيال زملكاوي سيب تويتر اشتم فيها الاهلي. اهو ادي اهو انا معاك وبفضحهم لك اول باول. فين القانون يا بيه؟ احمد جمال امبارح هو وضيوفه كانوا بيولعوا في مصر، لو انا اللي على الهوا كانت قبض عليا قبل ما اروح. قناه الحدث اليوم مين يحاسبها يا بيه؟ مين يحاسب احمد جمال يا بيه واللي بيعمله كل يوم؟ اللي على قناه الزمالك مين يحاسب الناس دي؟ رضا عبد العال مين يحاسبه؟ بتوع البريمو كلهم اللي بيدوروا على ترندات وبيدوروا على اوانطه مين يحاسبهم؟ اللي شغالين على كلاب هاوس بالاسم معروفين ومولعين الدنيا، حتى الزمالك بيشتموه، مين يحاسبهم يا باشا؟ بتضحكوا على مين بالبيان؟ بتضحكوا على مين؟